إن خط الإمام الحسين عليه السلام هو خط رحمة ومحبة وسلام، وحركته حركة سلمية، وإنه لم يبدأ القوم بقتال ولم يأمر أصحابه بالبقاء معه للذود عنه، بل إنه آذن لهم بالتفرق عنه في جنح الظلام على أن يأخذ الواحد منهم بيد واحد من أهل بيته، وطلب أن يتركوه وحيدا مع القوم، معطيا للإنسانية درسا بليغا وموقفا عمليا في حقن الدماء. إن هذه الحركة السلمية التي حولها أعداؤه إلى دماء وقتل وسلب ونهب هي نفسها التي اختطها الإمام الحسن الصبط سلام الله عليه، وهي نفس الحركة التي بدأها الإمام أمير المؤمنين علي صلوات الله وسلامه عليه، الذي عمل المستحيل لتفادي الحروب المفروضة عليه من أهل الكفر والضلال في الجمل والنهروان وصفين، وهي نفس حركة الرحمة التي ورثها من نبي الرحمة صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، إنها حركة النبي والأئمة والأنبياء والرسل والصالحين. فالحسين سلام الله عليه نور الله، والله متم نوره.